يعطيكم العافية جميعا، أنا اسمي أحمد بسام، وهاي المحاضرة الأولى لطلاب الجامعة الهاشمية لحتى نبلش ندخل ونحكي بتفاصيل الكاينسولوجي. رجاء الكل عشان يركز معي، كاس نسكافيتك، قهوتك، اللي بدك تسميه سميه، بدك تشربه اشربه عشان نشرب ونروق ونسولف مع بعض سواليف هيك لطيفة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، ونبدأ حديثنا اليوم بإذن الله عن الكاينسولوجي. قال الله سبحانه وتعالى: وبأنفسكم أفلا تتفكرون. خلينا نتفكر شوي اليوم صغيرة اليوم بكيف جسم الإنسان بيتحرك، وكيف الجسم الإنسان والفيزياء مع بعض هما جزء واحد لا يتجزأ أبداً. طيب، باختصار راح نبدأ في شرح مفاهيم بسيطة عن الكاينوسولوجي، ونحكي باختصار شو يعني كاينوسولوجي، وشو يعني بايوميكانكس، وشو يعني هاي المواضيع كلها، وكيف نحن راح نربط بيناتها، وكيف نحن نربط ما بين الفيزياء وما بين هاي المعلومات اللي نحن عم ناخذها، وما بين كل هاي العجقة اللي بالعادة بتكون لخمة ومش واضحة ومش بسيطة بالنسبة لنا. اليوم رح نكتشف إنه كل هاي الأمور عبارة عن إشي سهل وبسيط جدا إنه نتعلمه. طيب، نبدأ في المفهوم الأساسي، هو عنوان المادة كاينوسولوجي. طيب، شو يعني كاينوسولوجي؟ كاينوسولوجي باختصار هي عبارة عن أمبريلا تيرم، عبارة عن مصطلح كبير زي مظلة، تحت هاي المظلة بدخل تحتها مجموعة أشياء. تمام؟ باختصار الكاينوسولوجي هي كلمة طويلة شوي، تنقسم لقسمين، كاينسز واللوجي. كاينسز هي تو موف أو إنك تتحرك، لوجي اللي هي من أي شيء نحن بنحكي له لوجي بكون هو ستدي أو ساينس أو علم. طيب، باختصار لما نحكي عن كاينوسولوجي، تمام، أو كينوسولوجي، تمام، هذا الإشي نحن لما نحكي عنه نحن بنحكي عن حركة جسم الإنسان. نحن بنحكي عن جسم الإنسان كيف بيتحرك، كيف كل جزء من أجزاء جسم الإنسان بتتحرك، كيف بيكون في تناغم بحركتها مع بعض. تمام؟ هو من خلال هذا العلم نحن بنفهم الموفمنت سيستم، نظام اللي بيخلينا من خلاله نفهم كل حركة، شو النورمال شو الأبنورمال، وكيف نحن نحلل ونساعد ونعلم المريض لنحولها من أبنورمال تو نورمال موفمنت. طيب، باختصار في عندنا مصطلح تاني اسمه بايوميكانيكس. طب مش نفسها بايوميكانيكس، مش نفسها الكاينوسولوجي؟ لا، مش نفسها. طيب شو اللي نفسه؟ شو هذا؟ شو دخل هذا؟ شو يعني هذا؟ شو يعني هذا؟ طيب، باختصار البايوميكانيكس هي ميكانيكا حيوية، بايو حيوي، ميكانيكس ميكانيكا، ميكانيكا حيوية. الميكانيكا الحيوية هي علم وستدي وكل شيء، لكن هو جزء من الكاينوسولوجي، هو جزء صغير من الكاينوسولوجي الكبير. طيب أحمد، أنت هيك لخمتني، شو يعني جزء كبير صغير من جزء كبير من شيء كبير؟ شو يعني ميكانيكا حيوية؟ إذا بدنا نعطيه تعريف منطقي أكثر أو تعريف أوضح، اللي هو نفس التعريف المكتوب في السلايدات. لما نحكي It is a discipline أو is a discipline that uses principles of physics to quantitatively study how forces interact within a living body. يعني باختصار نحن نستخدم قوانين الفيزياء principles of physics عشان نطلع أرقام معينة أو ندرس بأرقام معينة القوة والزوايا والأشياء اللي بتتحرك في جسم الإنسان، أو اللي بتتفاعل مع بعضها وبتأثر على بعضها بجسم الإنسان. طيب، مش فاهم يا أحمد، لقدام راح تفهم أكثر. خلينا نفهم أكثر أو ندخل أكثر بتفاصيل الكاينوسولوجي. ليش نحن بندرس كاينوسولوجي؟ ليش أنا كواحد فيزيكال ثيرابيست بدي أدخل على أشياء لها دخل بالفيزياء ولها دخل بقوانين نيوتن، قوانين الحركة وزوايا وقوة وقوانين وأرقام؟ ليش؟ ليش أنا أعمل هذا الحكي؟ طيب، باختصار الموضوع كالآتي: انا اذا بدي احلل حركه مريض لاعرف، او بدنا نعمل ايفالويشن لمريض، وبدنا نعمل دايجنوسيس لمريض، وبدنا نعمل افكتيف تريتمنت للمريض. هذول الثلاث اشياء بهمني فيهم كانسولوجي. كيف يعني؟ طيب خلينا نضرب مثال صغير. تمام، اذا اجى شخص حكى لك انا معي وجع في ظهري، انا بدي افكر في الموضوع كالاتي:
راح أسأل عدة أسئلة عشان أفهم أكثر شو الوجع الظهر معناته وشو سببه. أول سؤال ممكن أطرحه، شو طبيعة الوجع اللي عندك إياه؟ صالح احكي لي، الوجع هو عبارة عن لمعة كهرباء أو حرارة عم تتولد في منطقة معينة في أسفل الظهر، فلنفترض المنطقة اللي هون. طيب هاي الحرارة وهذا الألم اللي عم بشعر فيه في هاي المنطقة، نحن حللنا من طبيعة الأسئلة والأجوبة اللي حكى لنا إياها إنه هو عبارة عن ماسكولر بين، ألم عضلي. طيب أنا فهمت إنه ألم عضلي، بس ما فهمتش أي عضلي، أي عضلة اللي عملت لك هذا الألم؟ هل العضلة هي نفسها اللي موقع الألم هو اللي عمل لك نفس العضلة الموجودة في هذا المكان، مكان الألم هي اللي عاملة المشكلة ولا لا؟ طب خلينا نحلل الموضوع بشكل أكبر وبشكل أعمق شوي. متى بصير معك الألم؟ حكى لي الألم بصير معي لما أنا أعمل ركوع وبدي أطلع من الركوع. أيوة. طيب بكل بساطة بطلب من المريض لو سمحت وقف واعمل لي ركوع. وقف المريض، بلش ينزل في الركوع سيجمنت باي سيجمنت. بلش ركوعه من الرأس، بعدين عمل الشولدرز، بعدين عمل الثوراسيك، ابر ثوراسيك، من الثوراسيك، بعدين اللمبر، ونزل. واخر شيء شغله معنا هو اللمبر سباين، او سوري الهيب والبلبس موفمنت. طيب تفكير سريع بس على الموضوع، بالبايوميكانكس والكانسولوجي لما نحكي عن الترنك ونحكي عن هاي الاشياء، رح نكتشف انه النورمال موفمنت في الركوع مش هيك. نعم، بالضبط مش هيك. ونحن صغار كانوا يحكوا لنا مصطلح لطيف، يعني يحكوا لنا في الركوع المفروض لما تعمل ركوع تقدر تحط كاسة مي على ظهرك بدون ما تقلب وتعبي حالك مي. ليش هذا الحكي معناته؟ ليش هيك حكوا لنا؟ لأنه عشان نفهم نحن إنه أنا جسمي لازم يتحرك as a one unit وأعمل الركوع، تمام؟ مش لازم أعمل الركوع segment by segment. segment by segment دائما راح يكون في عندي كيرف في الظهر، ما راح يطلع لي الحركة متناسقة والشكل متناسق. طيب شو ممكن اعمل هون انا عشان اثبت نظريتي اللي انا اثبتها مع المريض اللي انا اوكي انا عندي ايفالويشن، اكتشفت انه بالخلال ايفالويشن في الكانسولوجي اللي انا بعرفهم انه حركه الركوع عنده غلط. طيب بدنا بريسايس دايجنوسيس لنعرف مين العضله اللي اشتغلت هذا الشغل. طيب شكوى المريض كانت كالاتي، حكى لنا وانا نازل زيرو الم، وانا طالع من الركوع في الم. اوكي مبدئيا المريض عم يشكي من الم during trunk extension. طيب لكن trunk extension اللي هو عم بيشكي منه الالم during trunk extension هو عم يعمل trunk extension، او خلينا نحكي عم يعمل extension باللمبر على الهيب او على البلبس، عم يعمل extension من اللمبر على البلبس، عم يعمل extension من الثوراسيك على اللمبر، عم يعمل اكستنشن من الابر ثوراسيك على الميد ثوراسيك. طب كل هاي الاشياء، كل هاي الاشياء عم تعمل اكستنشن during the same time، وهي مش مفروض تعمل اكستنشن، المفروض الاكستنشن يكون كلياته من البلبس. البلبس هو اللي يروح ب فليكشن، هو يروح باكستنشن. السباين المفروض نيوترال يضل ثابت ما يتحرك. طيب هو عم بشغل عضلة مش مفروض تشتغل. طب ايش العضله اللي عم بشغلها اللي مش المفروض تشتغل؟ during الركوع العادي اللي المفروض تشتغل بشكل اساسي الجلوتس. طيب during الركوع الغلط اللي عم يعمله هذا المريض اللي عم بشكي لي، شو العضله الاوفر اكتيف؟ ال كوادراتس لامبورم. اللي متابعني على الجروب بيعرف اني انا مهووس بهاي العضله. ليش مهووس بهاي العضله؟ لانه نحن بالجامعه كان نادر ما تنذكر، ولما كانوا يذكروها كان دائما يحكوا لنا انه هي عضلة لها أكثر من فانكشن، من ضمنها تعمل الهيب هايكنج، من ضمنها أنها تعمل ترانك اكستنشن. لا لا لا، ويت 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 ويت. لما ندرس كانسولوجي، لما ندرس التايبس اوف ماسلز، لما ندرس هاي العضلة تحديدا، رح نكتشف إنه كوادراس لامبورم مش مفروض تعمل هاي الحركات. نعم مش مفروض تعمل هيك، ولا شو مفروض تعمل؟ مش كل عضلة لها فانكشنال أو فانكشن إنها تعمل موفمنت. في عضلات الفانكشن الاساسيه تبعتها بس تو ستابلايز، بس تضلها ثابته، تعمل ماسل كونتراكشن بس تضلها ثابته بنفس البوزيشن. مش مفروض منها، مش مطلوب منها انها تعمل لي موفمنت. طيب واذا عملت لي موفمنت زي هون زي الكوادراس لامبورا، عم تعمل اكستنشن، عم تعمل اكستنشن من الثوراسك على اللمبر، من اللمبر من الثوراسك على اللمبر، من اللمبر على اللمبر، ومن اللمبر على البلفس، عم تعمل 3
فانكشنز و3 اكشنز و3 موفمنت، وهي مش وظيفتها تعمل موفمنت. طيب اذا العضله حتصير هايبر اكتيف، عم تشتغل بزياده. هاي المواضيع كثير راح نتعمق لها، ندخل لقدام كل جوينت لحال والترنك لحال والسباين لحال، لكن خلينا هون بالاشياء البيسكس البسيطه. حكينا ان الكوادرس لامبورم عم تشتغل وظيفه مش وظيفتها، وبالتالي صارت هايبر اكتيف، يعني شغاله بزياده. طيب هيك اعطينا، عملنا ايفالويشن، عرفنا شو الخلل، شو المشكله، شو الشيء الابنورمال في حركته. الشغله الثانيه عملنا بريسايز دايجنوسيس. طب بدنا نعمل افكتيف تريتمنت من خلال الكينيسيولوجي. بكل بساطه راح احكي له انت حكيت لي المك عم بيصير وانت طالع من الركوع فقط، صح؟ قال لي صح. قلت له بكل بساطه خلينا نتعلم حركه اسمها هيب هنج، انك تعطي الموفمنت كلياتها من البلبس، تمام؟ تعمل انت ايش؟ كانك عم تعمل ترانك فليكشن او هيب فليكشن بالاحرى، بلبس فليكشن، تمام؟ الفكره انه كل الحركه جايه من الهيب. عملنا الحركه وعم بطلب منه انه يطلع من الركوع بايش؟ مع سكويزنج الجلوتس، انه يشد منيح على الجلوتس، خاصه الجلوتس ماكسيموس. اذا ديورينج هذا الاكسرسايز وهاي الحركه، ولما علمته اياها بالتكنيكس الصح وبالتدرج الصح، راح المه تماما او خف بنسبه 90%، فانا بتاكد انه انا اعطيت بريسايز دايجنوسيس، انا اعطيت الدايجنوسيس الصح، البريسايز ميكانيكال دايجنوسيس. وهذا وظيفتنا هون، نحن نعطي مش ميديكال دايجنوسيس. يعني ما بيهمني احكي للمريض معك ديسكوباتي، لا 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 لا، انا هذا الحكي ما بيهمني، ما بيهمني اعرف معه ديسك برولابس او شيء ثاني. اوكي بيهمني اعرف الميديكال دايجنوسيس احيانا، لكن اذا انا بدي تو تريت البيشنت بدي اعطي بريسايز دايجنوسيس، فانا لازم اعطي ميكانيكال دايجنوسيس، الدايجنوسيس من خلاله ممكن اطلع انا بتريتمنت، تمام؟ ف بصفي الموضوع انه كالاتي، انا عملت راشنال ايفالويشن، عرفت شو الايفالويشن الصحيح، عملت بريسايز دايجنوسيس شو الدايجنوسيس الصحيح، وعملت افكتيف تريتمنت. كل هاي الاشياء مثال بسيط على ومضه سريعه على ليش نحن بندرس كاينسولوجي. فهمك للكاينسولوجي راح يعلمك كثير تفاصيل عن المريض، عن حاله جسم الانسان، راح يخليك والشخص ماشي قدامك هذا عنده راوندد شولدرز وعنده كذا وعنده كذا، حتى لو الان مش عم يشكي من الم في بسبب الرومبويدز والاوفر ستريتشنج اللي عم بيصير فيها، او الهايبو اكتيفيتي بالرومبويدز والميدل ترابيزس وهالاشياء، بالاشهر الجايه بالاسابيع الجايه راح يتواصل معي يحكي لي احمد انا معي ميد باك او ابر باك بين، عاجلا ام اجلا راح يجيني اذا ما حل مشكلته راوند شولدرز والمسل امبالانس الموجود عنده في هاي المنطقه. هاي الاشياء كلياتها راح تخليك تحدد هاي المشاكل، راح هذا الكانسولوجي الفهم الصحيح لإلها راح يفرق تماما بينك انت وما بين ثيرابيست ثاني. ممكن تتخرج من الجامعه اذا انت فاهم كانسولوجي صح وقارئ كانسولوجي منيح ودارس كانسولوجي منيح وحاضر فيديوهات تحليل واناليسز وابصر شو، راح تخليك اشطر من ثيرابيست شغال بالسوق صار له سنين طويله لكن مش فاهم كانسولوجي، لكن ما عنده القدره انه يحلل حركه المريض صح، وبالتالي ما مش عارف الابنورمال ومش ما عندوش بريسايز دايجنوسيس ليعرف ايش بالضبط الغلط، وبنفس الوقت مش عارف شو التريتمنت، مش عارف كيف يصلح الحركه او الماسكولو سكيلتال ديس اوردر، كيف يحل موضوعه تماما فور ايفر للمريض، مش انه يحله حل مؤقت بالاجهزه وباي كلام وروحه. ما تحفظ على الاجهزه، في لنا كثير حكي مطول على الاجهزه وعلى فائدتها وايش الاشياء اللي عن جد بتفيد، كيف انا اعرف هذا الجهاز عن جد افكتيف لاي كيس او لا. هاي مواضيع كلياتها راح ندخل في تفاصيلها يعني بشكل كثير معمق، بس مش في هاي الماده. باي ميكانكس وكانسولوجي راح نركز كثير على الحركه بس، موفمنت وتحليل الحركه وكل جوينت والمسل وكل مسل شو الفانكشن تبعها وهاي الاشياء. طيب اذا بدنا نكمل كلامنا بدنا نعرف كمان شويه تيرمينولوجي، بدنا شويه مصطلحات نعرفها. لازم هاي المصطلحات نحن عشان نعرفها نكون فاهمين شويه صغيره عن الموضوع. يعني باختصار بنهمنا مثلا احد المصطلحات اللي بهمنا نعرفها اللي هو كاينماتكس. طيب كاينماتكس ايش معناتها؟ باختصار بحكي لك هو فرع من فروع الميكانيك او الميكانيك، تمام؟ اللي هو وظيفته الاساسيه انه يشرح لنا او يوضح لنا ايش الحركات، حركات الجسم، حركات جسم الانسان او حركات جسم معين، بايد، رجل، ركبه، ظهر الى اخره.
من خلال أو بما يتعلق بالفورسز القوى والتوركس العزم، وبالتالي الأشياء اللي بتأثر أو بتكون أو بتؤدي إلى حدوث حركة، من ضمنها الفيلوسيتيز والأكسلريشنز، من ضمنها السرعات والتسارع أو ديسلريشنز أو اللي هو التباطؤ. طيب أوكي ماشي، راح يكون في جزئين لهاي المحاضرة مبدئيا. الجزء الأول قرب يخلص، راح ندخل في الجزء الثاني قريبا، لكن راح نشرح الجزء الثاني بفيديو آخر. لكن على كل، عشان نكمل هاي السلايدة، في عندنا الكاينتكس كمان. كاينتكس هو عبارة عن برضو فرع من فروع الميكانيك، تمام؟ هو بوصف تأثير القوة على جسم معين. على سبيل المثال، أو لا مش على سبيل المثال، في إله نوعين للكاينتكس، تمام؟ اللي هو بحكي لنا شو طبيعة الجسم هذا، هل هذا الجسم ستاتيك ثابت أو بإيكوليبريم، هسه رح نشرح شو هذا المصطلح، أو دايناميك يعني متحرك. طيب الجسم متى بنحكي عنه ستاتيك؟ نحكي عن الجسم ستاتيك في حالتين، إما أنه يكون الجسم ات ريست يعني ثابت مش عم بيتحرك أصلا، واقف مكانه، أو بنحكي إنه الجسم هذا عبارة عن ستاتيك بودي في حال كان في إيكوليبريم، يعني ماشي الجسم بسرعة ثابتة بحيث إنه كل القوى اللي مؤثرة عليه متعاكسة ومتضادة ومخليته يمشي بسرعة ثابتة باتجاه واحد غير متغير. الدايناميك هو وجود جسم شغال على تحت بتحرك تحت تأثير قوى غير متوازنة، يعني القوى مش متضادة شغالة مع بعض، بحيث إنه الجسم مرة بتحرك يمين، مرة يسار، مرة دغري، مرة فوق، مرة تحت، مرة سرعته 10، مرة سرعته 20، وسرعته بتختلف من مكان لمكان أو من وقت لوقت. وبالتالي هون بنسمي الجسم عبارة عن دايناميك بودي. طيب في كمان مصطلحين أو ثلاث مصطلحات، يعني كم المصطلح طيب؟ مش كثير. أكثر من اثنين. طيب في عندنا كمان مصطلحين، أو كم المصطلح نذكرهم بخصوص الكاينماتكس. باختصار في عندنا نحن نوعين من انواع الحركه، حكينا نحن بهن السبيد والاكسلريشن، او خلينا نسميها سبيد، تمام؟ باختصار في عندنا نوعين نحن من الحركه، نوع بخصوص جسم الانسان ترانزليشن او روتيشن. ترانزليشن او ريكتيلينير اللي هي انه شغال وماشي بستريت لاين، تمام؟ خط مستقيم. اما اذا حكينا روتيشن او كيرفد لاين او كيرف لينير، معناته انه هو شغال بزوايا. كلمه كيرف او ريكتي لينير، سوري، او كيرف لينير معناته انه هو شغال بزوايا، مش خط مستقيم، هو شغال بزاويه، تمام؟ من احد المصطلحات الاساسيه برضه المفروض نعرفها، او الاشياء اللي عشان نفهمها، لما نحكي نحن في عندنا روتيشنال موفمنت او كيرف لينير موفمنت، معناته انه في عندنا روتيشن، تمام؟ تمام. روتيشن، ايش في مثال على روتيشن بجسم الانسان؟ اخذنا في البيسك اناتومي واخذنا في كثير اشياء انه في عندنا من الحركات الاساسيه، على سبيل المثال الشولدر، عندنا انترنال روتيشن، عندنا اكسترنال روتيشن، او انترنال روتيشن او اكسترنال روتيشن. في عندنا الهيب كمان، انترنال روتيشن اكسترنال روتيشن. طيب ناخذ الشولدر على سبيل المثال طالما هو اللي طالع في الكاميرا. اذا حكينا عن الشولدر، تمام، هاي الشولدر بروح ب انترنال روتيشن، بروح ب اكسترنال روتيشن، صح؟ اذا الشولدر بتحرك ب روتيشنال او كيرف لينير موفمنت او موشن، وهذا مثال على روتيشنال موفمنت في جسم الانسان، تمام؟ طيب اذا بدنا نحكي عن الاناتوميكال بوزيشن، اكيد اغلبنا بنعرف شو الاناتوميكال بوزيشن، بس خلينا نحكي عنه بسرعه، سريع سريع سريع. زمان قديما كان العلماء يواجهوا مشكله، انا اذا بدي احكي لك وين موقع الايد مقارنه مع الترنك، الايد اليمين، شو احكي لك عنها؟ شو اوصف لك؟ كيف انا بدي اشرح لك انه الايد اليمين هي عباره عن شيء جنب الترنك تبعه؟ باختصار قعدوا مع بعض العلماء قعده عرب واتفقوا مع بعض، في عندنا نحن بوزيشن ثابت، هذا البوزيشن نحن بنسميه اناتوميكال بوزيشن، يعني باختصار احط المريض بهذا الوضعيه، الايدي بيكونوا بهاي الوضعيه، تمام؟ عباره عن اني انا المريض واقف، مسافه بين رجلي بين التو فوت او بين الفيت
زي المسافه بين التوب اوف ذا شولدرز، تمام، وايديه الاثنين رايحين بسلايت ابدكشن مع سوباينيشن، فول سوباينيشن مع فينجر اكستنشن. هذا البوزيشن هو البوزيشن اللي احنا من خلاله بنوصف ايش كل جزء من اجزاء جسم الانسان مقارنه مع اجزاء اخرى. في هنا عندنا رسمه انذكرت عندنا في الماده مليار مره في المواد العلاج الطبيعي. لا 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 لا، اوكي كنت حخرج من سلايد. على كل فهاي هاي الصوره بدنا نوصف سريع سريع ايش الاشياء اللي بتهمنا فيها. بهمنا اول شيء انه احنا في عندنا خط مستقيم داخل من الجمجمه من فوق لاخر جسم الانسان، تمام. هذا الخط هو اللي من خلاله نحن بنحكي كلمه سنترال، تمام، وهي الاقرب الى المركز، او بريفرال وهي اللي ابعد عن المركز، تمام. تمام، ممتاز. اذا الحديث الان فهمنا سنترال وبريفرال. طيب بدنا نعرف كمان انه في عندنا خطوط اساسيه. بهاي الخطوط نبلش في اسهلها، الخط اللي بيقسمنا ما بين انه بيقسم الجسم بالنص بهاي الطريقه، وبالتالي بيقسم فرونت وباك، وبكون انقطع من النص اللي بيقسمني انا، جزء من الامام راح يوقع وجزء من الخلف راح يوقع اذا في شيء يسمي زي هيك، هذا بنسميه الفرونتال بلين. حلو، اللي بيقسم فرونتال وباك اسمه فرونتال. طيب اللي بيقسمني رايت وليفت هذا بنسميه ساجيتال لاين او ساجيتال بلين، عفوا، تمام، ساجيتال بلين. طيب اللي بيقسمني بالنص ترانسفيرس، اللي بيقسمني بالنص بيقسمني الجزء اللي فوق سوبيريور الجزء اللي تحت انفيريور، هذا هو الترانسفيرس بلان. طيب الاقرب للنص ميديال، ابعد للنص لاترال. طيب في عندنا الاقرب للترانك بروكسيمال، ابعد عن ترانك ديستال. هاي المصطلحات كلها بتهمنا نحن. طيب شو كمان في اشياء بتهمنا؟ يا رب يعمل زوم اوت. في كمان كم من مصطلح بيهمونا اللي هو استوكاينمتكس والبلانز اوف موشن، اكسس اوف روتيشن، ديجريز اوف فريدوم. استوكاينمتكس باختصار تحكي لنا عن حركات الاوستيو، العظام، العظم كيف بيتحرك على بعض، تمام؟ بلانز اوف موشن اللي هم البلانز اللي احنا حكيناهم بس مع حركات. اكسس اوف روتيشن، لما نحكي اكسس اوف روتيشن اذا متذكرين في الجونيوميتر لما اخذنا كيف نقيس، او الجونيوميتر حسب كل واحد كيف بيلفظها، الجونيوميتر لما اخذنا كيف بنقيس كنا دائما نحكي الاكسس والموفابل ارم والروتيشنال ارم والى اخره والستيشنري ارم. طب الاكسس هي عباره عن المحور، الشيء الجزء اللي بالنص اللي بيتحرك عليه. على سبيل المثال اذا انا بدي اتحرك في شولدر فليكشن فانا عندي الاكسس هون، تمام، هذا المحور اللي انا الشولدر عندي بتحرك على اساسه. ديجريز اوف فريدوم هي مقدار الحركه او مقدار حريه الحركه المتاحه لهذا الجوينت. على سبيل المثال جوينت زي الالبو متاح له بس البو فليكشن البو اكستنشن، ما بيعتبر عنده ديجريز اوف فريدوم مثل شولدر جوينت اللي عنده فليكشن اكستنشن روتيشن انترنال اكسترنال روتيشن، اللي عنده هوريزونتال ادكشن هوريزونتال ابدكشن، واللي عنده كثير حركات ثانيه، عنده سكابشن، عنده كثير حركات اكثر من الالبو. طيب فينا كمان مصطلح غالبا هذا الاخير، اوكي هذا الاخير بعدين راح نخش في الاشياء الاحلى والامتع اللي هي حتكون بالجزء الثاني. اخر مصطلح عندنا اياه مهم نعرفه اللي هو الاوبن تشين والكلوز تشين. طيب اوبن تشين والكلوز تشين معناتها كالاتي. اوبن تشين هو معناته انه الحلقات اللي تبعت الحركه مفتوحه وحريه الحركه فيها اكبر. اما اذا حكينا كلوز تشين فمعناته الحلقه مغلقه حريه الحركه فيها اقل واقل امان. طيب لما نيجي نحكي عن اوبن تشين، تمام، خليني اخربش لكم شوي صغيره عشان نفهم مع بعض. بدنا نطلع لون احمر، تمام. اذا نحن جينا حكينا عن الصوره اللي على اليمين، صوره A، تمام، فنحن راح نحكي عن صوره A كالاتي. صوره A في عندنا نحن حركه على هاي الاكسس تبعنا، تمام، هذا الاكسس اللي عم تحرك عليه. المشكله معنا وين؟ انه هون الاشي الوحيد اللي بربط هاي العظمه او التيبيا بالفيمر هو عضله الكوادريسبس.
تمام؟ عضلة الكوادريسبس هنا مضطرة تشتغل معنا بقدر الكافي، ومضطرة تشتغل معنا قدر الإمكان. أوكي، مبدئيا راح نكمل في الجزء الثاني، خلينا نكملها هاي في الجزء الثاني. يعطيكم العافية، وبشوفكم بالجزء الثاني إن شاء الله عشان أشرح لكم إياها بطريقة شوي تكون أبسط. يعطيكم العافية.